مخبير ولا احنا عاملينه ولسمعنا انه تم توريد الكتاب المدرسي من الخارج، وسمعنا المعمل رجع يخدم وعمليه التصنيع متقدمه وباش يكون معناتها بايادي تونسيه وبمجهود وطني. نتفاجئ انا كي نسمع انه سيقع توريد الورق الخاص بالكتاب المدرسي، شنو اللي تبدل سي عادل؟ والله احنا بيدنا في حيرة من امرنا، ما منعرفش يعاقبوا فينا على النجاح اللي عملناه مع في معناتها تصنيع الورق المعد الكتاب بشهادة المطابعة الرسمية والمركز الوطني البيداغوجي اللي معناتها تصرحوا حتى في الإذاعات على الجودة الموجودة معناتها في الورق اللي تصنع في المؤسسة الأم اللي هي مؤسسة تونسية معناتها حرة. معناتها رغم النقص ورغم معناتها انتم أعلموكم من الكتاب المدرسي راهو باش يصنع بالورق نتاعنا؟ جاتكم المعلومة هذه؟ لأنه احنا سمعناها. بالنسبة لي نحن الكتاب ديجا احنا قاعدين نصنع معناتها في الكتاب، وصنعنا تو الى حد الان معناتها كميه هائله معناتها بقيمه 70 طرناطه في اليوم، وان شاء الله دي سي اموا معناتها اموا دمي معناتها شهر ونص ان شاء الله بحول الله نتموا معناتها ال 5000 طرناطه اللي هي معدل الكتاب. كنا ننتظر معناتها احنا في سلطه الاشراف معناتها على اساس باش ناخذوا معناتها كالعاده معناتها لان حاجه مش جديده علينا معناتها الكراس معناتها الورق المعد تصنيع الورق المعد للكراس. ما رانا كان بعد الطلب نتاع الاداره العامه معناتها على اساس في بين اخر ما باش نقتنوا معناتها الصفقه هذه اللي في من عام 63 واحنا نتحصلنا عليها، كان العام اللي فات اللي هو معناتها اعطوها شركه تركيه بقيمة 75 مليار، وقعت فيها برشا إخلالات وقعت نقائص معناتها في السوق التونسية في كذا معناتها في المملكة الراس مدعم وكتاب اللي وقعت فيه حتى غلطات. بعثت لنا معناتها وزارة المالية في معناتها رسالة معناتها على أساس معناتها الدولة ما عندهاش معناتها القيمة نتاع 12 مليار باش يعطوها معناتها المؤسسة باش نقتنوا العجائن اللي باش نجموا نصنعوا بها الكراس. معناتها اللي باش يقع توريده هو الورق نتاع الكراس مش نتاع الكتاب، الكتاب صحيح بدا يتطبع. الكتاب صحيح حتى النسخ الأولانية خرجت وفرحانين الناس الكل، سيلوز رجع في أحسن أياماته وينجم معناتها يأمن العودة لرأسيه وأمن قوم بثبات البلاد. واحنا نقولوا معناتها اذا معناتها الفضيحه باش تصير هذه نعطوا معناتها الكراس للاجانب هي معناتها هو مس من السياده الوطنيه، لان احنا عندنا معناتها مؤسسه عموميه مؤسسه حكوميه اللي هي تابعة تونس نخلوها اللي هي قاعده تشتغل في احسن حالاتها توا مع جوده رائعه ونعطوها معناتها نقولوا ما عندناش فلوس، الفلوس باش يجيبوا بها الورق المعد للكراس باش يجيبوه بالديفيز من برا، ماهوش باش يجيبوه معناتها بالعمله نتاعنا احنا ومعناتها باسوام خياليه. معناتها تصور احنا ناخذوا الكراس ولا الكتاب معناتها بريسك بسعر التكلفه، واذا باش نوردوها من برا باش ناخذوها معناتها باسعار مشطه. اي علاش مالا احنا اذا كان عندنا شركه تخدم واحنا نجموا ننتجوا، علاش اليوم فما توجه انه باش نوردوا والله احنا ما نكذبش عليك احنا توا عندنا شكوك معناتها تنجم تكون يقين اللي معناتها السياسه الممنهجه اللي تعاقبت عليها الحكومات السابقه، وكنا صرحنا اللي معناتها ثم عينين على المؤسسه هذه لخوصتها واملاءات من صندوق النقد الدولي، فتنجم تكون معناتها هما كانتش سلطة الأشراف ضمن اللي معناتها احنا باش ننجحوا معناتها في تصنيع الكتاب. كي صنعنا احنا الكتاب بقت نفس التوجه انه باش يعطوا الكوتا الاخرى للواحد، وتعرف انت باش الموضوع المخطر اول حاجه امن قومي وسياده وطنيه ميزان تمس، ثاني حاجه نعمل هذا الشغل. لا مختير راه تقول فيه سي عادل راه خطير الكلام فلا. لا كلام فلا اذا كان الجمعة فما توجه ممنهج انه باش نضربوا مؤسساتنا الوطنيه ونضربوا معناتها الركائز نتاعنا الوطنيه، لانه كي نحكيو على شركه اليوم قاعده تنتج بايادي تونسيه وبافور ومجهود معناتها تونسي نمشيو نطيشوا فلوسنا لبرا في الوضع الصعيب اللي احنا نعيشوا فيه باش نجيبوا معناتها بالعمله الصعبه، كواكو انه اليوم الزمنا ننفذوا المخطط باش انه نخوصوا الشركه هذيا، راهو هذايا كلام معناتها كبير برشا وكلام خطير برشا، هل انه رئيس الجمهوريه في باله بالحديث هذايا ولا في بالوش معناتها؟ والله احنا عملنا نداء استغاثه الى السيد رئيس الجمهوريه
يصير معناتها ماهوش باش يكون ملم بكل شيء. احنا بعثنا نداء استغاثه لرئيس الجمهوريه، جو بحذانا اليوم معناتها الاداره المؤسسه وقابلوا العمال نتاعنا على اساس نواب شعب اللي تابعين ولايه القصرين باش يكونوا على بينه معناتها بالشيء اللي وقع في سيلوس. احنا نعرفوا اللي الكتاب قريب نكملوه معناتها دون زان موا اي دومي دو موا معناتها باش نحبسوا على الانتاج وباش يعاود المصنع هذا يتوقف على الانتاج معناتها مره معناتها ثانيه ولا ثالثه، ومن بعد باش ندخلوا في معناتها البودقه نتاع اجور العمل اللي باش نبقوا معناتها نحن نعارك وعطونا اجور نتاعنا ومن غادي يقول لك هو خدامه حابسه ماهيش قاعده تشتغل ونحن باش نعطوهم الاجور نتاعهم. ما نعرفش شكون السبب في تعطيل العمل، اسك العامل اللي هو تو قاعد ينتج وقاعد يخدم في ساعات اضافيه مجانا من غير ما يتقاضي اجر نتاعها، اسك العامل اللي ما عندوش تغطيه صحيه وما عندوش كرني تاع دواء معناتها عباره حتى عمال الحظاير معناتها فهمتي خير منا في وضعيتهم، اسك معناتها الصبان تاع الكيس تاع الريتريت معناتها قاعدين يقصون على 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 التيشيرت نتاعنا معناتها اللي نتقاضوا بها الاجر وما همش قاعدين يصبوا فيها، اسك معناتها باش نجبدوا الامور الاجتماعيات معناتها بالنسبه لنا راهو معناتها شو دخلوا في الحركه المفرغه معناتها من جديد. برشا عملنا لائحه مهنيه بالمناسبه فيها 13 نقطه فيها 13 وضعيه معناتها كارثيه في المؤسسه هذه. عملنا تامين على المصنع اللي هو وقع ريزاسيون دي كونترا من شركه التامين لانه مش ماخذ معناتها لي ترونش نتاعو واحنا تو نخدموا في ظروف تعيسه جدا واللي احنا مانيش مامنين ومتلنا معناتها زميلنا فصل المؤسسه ومعناتها دفناه وما عندوش حق معناتها حتى التامين ماهوش مامن وهو قاعد يشتغل فصل المؤسسه. باش نحكي لك ودوسي كبير برشا، نداء مره اخرى على طريق اذاعتكم الى السيد رئيس الجمهوريه اللي معناتها طلبنا في اللائحه المهنيه ثلاثة نقاط أساسية الأولانيين خلاف النقاط الأخرين اللي هي النقطة الأولانية تمكيننا معناتها لأنه مازال الوقت يسمح في دون دو تروا سومان أخرين نجموا نخلطوا نحن باش نخدموا نصنعوا الكراس الورق المعد الكراس المدرسي، هذه على تمكيننا معناتها من تصنيع الكراس الورق المعد الكراس المدرسي. النقطة الثانية اللي هي الدراسة الاستراتيجية فيها تأهيل فهمتي المؤسسه بما فيها التطهير المالي والتطهير الاجتماعي، والنقطه الثالثه هي الاساسيه تامين المصنع فهمتي كذا تري رابيدمون لان نحن نخدم في ظروف تعيسه ماهيش مامنين الى خلافا على النقاط الاخرى اللي معناتها قاعدين يحبوا ثم مكتسبات ناخذينها احنا من عندنا 43 سنه نحو هنا توا فهمتي كذا قال لك شنو قال لك ما عندكش فيها الحق. ما نعرفش وين يحبوا يوصلونا، يحبوا يفقرونا، يحبوا يهمشونا. نعاود نداء اخر للسيد رئيس الجمهوريه.